مرحبا بك من نيسي الكل. تمكنت رجل ذي التونسي من تحقيق الانتصار يوم أمس على فريق أبهية سعودي بنتيجة 2-0، وسجل اللاعب الجزائري المنتدب الجديد بيلير بن سيحة الهدف الأول من ضربة جزاء، في حين أضاف هيثم الجويني الهدف الثاني في آخر لحظات المباراة. وينشط في الفريق السعودي الذي يدربه التونسي عبد الرزاق الشابي كل من اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي كريم العواضي واللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي سعد بقير. وجدير بالذكر أن الترجي انتصر في مباراة سابقة على فريق النهضة السعودي بخمسية نظيفة. بالتوفيق للترجي الرياضي التونسي في الموسم الرياضي الجديد. ما تنسيش جيم على الفيديو أبوني عشان يوتيوب يعني.